اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. اولى فقراتنا الحواريه معانا نجم كبير من نجوم النادي الاهلي، واحد من اصحاب القدم اليسرى المميزين جدا، عمل تجربه مميزه جدا مع منتخبات مصر بالكامل ومع منتخب الشباب، وتحقيق يعني تاريخ كبير جدا جدا وجوده مع النادي الاهلي وتحقيق البطولات ثم الاحترافيه الكبيره. وهو نجم كبير جدا لاسم كبير جدا في ليله مباراه الاهلي والترسانه. هذا النجم هيقول لنا ايه الاخبار وشايف النادي الاهلي ازاي وشايف مباراه الغد قبل المباراه الكبرى اللي كله بينتظرها في خلال ماتشين للمنتخب المصري مع لعيبه النادي الاهلي والضغط. معانا ومعاكم الكابتن احمد ابو مسلم، شرفنا النهارده وحشنا كابتن. ربنا يخليك يا استاذ، وانا وحشني طبعا وبتمنى التوفيق اكيد ليك في الفتره اللي فاتت. انت جاي تقدم الحلقه النهارده بقى ليه بس؟ الشياكه دي مش انا كنت موجود في بلد الشياكه فرنساوي بقى طبعا انت جاي بقى بالموضه الفرنساوي وجاي. طب ما يعني لا مش هنقدر طبعا يعني خف علينا. لا ما جيش طبعا طبعا يا استاذ، عليها منك ولا من امير ولسه عمر؟ لا عمر دول كلهم الشركه كلها حبيبنا طبعا. وانا سعيد ان موجود مع المجموعه المحترمه دي من الشباب، وكمان ببقى مبسوط قوي لما يبقى الحلقه مع حد من اصحابك. انا يعني احنا اصحاب طبعًا. بعيدا عن طبعا شرف طبعا المجال والعمل ولا بتشرف بيه كابتن. في البدايه ابدا معاك، منين وانت لعبت وتعرضت للمواقف دي مع النادي الاهلي؟ ضغط المباريات اللي دائما بيكون عقبه على مع فريق النادي الاهلي، وبتعرض عدد كبير من اللعيبه للاصابات، وفي بعض النتائج في المباراه ما بتكونش مرضيه، لكن هذا الحال يتكرر كثيرا مع النادي الاهلي. والله يا استاذ قبل ما جينا نتكلم مع الطبيعي ده موجود في حال الكره كلها اكيد. النادي الاهلي اكيد بيشترك بطوله كاس مصر، بطوله الدوري، بطوله افريقيا، البطوله العربيه، فلازم عنده اللي هو العنصر الهيكل الاساسي موجود بتاعه اساسي بصفه مستمره، والناس الموجودين اللي هم اللي هو الثاني اللي هو الاحتياطي يبقى موجود. احنا ما كنا موجودين في النادي الاهلي كان ساعتها اي حد بيجي له فرصه زي كده اصابه كارت احمر او كارت اصفر يعني كايقاف، فكنا بنتمنى فرصه زي كده. فاكيد دي فرصه كويسه جدا للعيب اللي هو لازم نحط تحتها 100 خط اللي هو بيطور نفسه وجاهز. اللي هو عايز يقول انا لعيب النادي الاهلي. بس كده، هي ما بتجيش الفرصه اللي كان بتجي لك سنه واحده، يعني احنا مثلا كنا الجيل بتاعنا كنت انا واسامه حسني وشيتوس ومحمد شوقي والمجموعه دي كلها، حسام غالي ورضا شحاته، فكل الجيل ده كله كان مستنى مثلا اي حد. كان طبعا انت عارف مانويل جوزيه كان عنده اختياراته 11 لعيب، فيقدر يغير في اضيق الحدود. فكان مثلا اللعيب اللي يجي له فرصه، احنا كنا ممكن حد احتياطي ولا حاجه يجي له فرصه زي كده لازم يستغلها بشكل كويس. بس اللعيب اللي يغضب عليه مستر مانويل لازم اللاعب بره ده غصب عنه ينزل يأدي. ما هو انا خلي بالك الفرصه ما كانت بتجيش الا مره واحده، انت بتلعب في النادي الاهلي نادي كبير، نادي القرن، فانت الفرصه هتجي لك دي بتاعتك انت خلاص. الملعب انت نزلت ادي الملعب وادي الكره في رجليك. مهما كان ظروفك في هذا التوقيت، مهما اللي هيوقفك على رجليك اللي انت كنت بتتمرن كويس، بتتمرن كويس وشغال كويس الفتره اللي فاتت مستني حاجه زي كده، فتقدر تثبت نفسك. واتمنى طبعا، انا شايف اللعيبه المميزه الفتره اللي فاتت بغض النظر عن الاحداث الماتش اللي فات ده طبيعي، النادي الاهلي كان مثلا يوم دوت مش موافق ما فيش توفيق، بس نقدر نقول لهم هم قدوا لحد اخر دقيقه اللي جايبين 3 اهداف، ولو طول شويه دقيقتين تانيين كان هيبقى في شكل تاني مختلف تماما. فانا شايف اللعيبه كرامي ظهر بشكل كويس في نص الملعب، اكرم توفيق اكرم توفيق بشكل كويس، وصبر رحيل بالنسبه كباك ليفت بدايه برضك بقاله بعيد جدا ابتدى يخش بشكل مميز. فانا شايف انت مش هتجيب لعيب بقاله ماتشات يعني ممكن يكون كاد سيزون ما بيلعبش وفجاه هيكون مديك 100%، اكيد هتدرج برضه. ما ده يا استاذ ايهاب اللي يحسوا مين اللعيبه الكوره والناس الموجوده النقاد الموجودين، فعارفين ان الباك دوت لازم بيكون لازم شغال على طول، الراجل اللي عنده بصفه اساسيه لازم يكون عنده الخط الهجومي الخط الدفاعي على طول، لازم اللياقه البدنيه بتاعته اعلى من الناس الموجوده في نص الملعب، في نص الملعب ممكن طبعا الدنيا تبقى اهدى شويه، اما انت على الخط بتبقى باين جدا. فانا شايف صبري بدا بدايه كويسه ومميز الفتره الماتش اللي فات بغض النظر الناس تقول صبري لا مستواه لسه شويه قلل شويه. ربما البعض بيتكلم على التغطيات العكسيه وفي طبيعي. ادوار مزدوجه بتبقى مطلوبه من الظهير طبيعي جدا، خلي بالك طبيعي جدا حاجه زي كده تبقى موجوده. ففي ادوار بتبقى كمان في مشكله يا استاذ ايهاب لازم الناس تبص عليها، اللي انت مثلا كنت بلعب الراجل اللي جنبي زي ما شفنا المره فاتت محمد هاني ما بيلعبش كتير، فممكن اللي جنبك دوت يبقى مثلا انت حاطط امل 50% ممكن يسندك شويه بسبورت ليك، بتبقى عندك مشكله اللي هو برضك نفس الكلام نفس الظروف بتاعتك هي الظروف بتاعته. عايز تثبت نفسه برضه، عايز تثبت نفسه برضك وعنصر اللياقه البدنيه بتاعتك يعني كل واحد مسؤول عن حتته، مش هعمل كفرنج عليك لان انا شايل نفسي بس كده. فدي ممكن الظروف، غير ما انت ممكن تخش مثلا 11 لعيب موازين متواجدين، فانت لما تخش هيشيلوك فالموضوع هيبقى طبيعي جدا. فانا شايف الفتره ديت النادي الاهلي ماشي مستوى كويس بغض النظر عن الاصابات الموجوده، شايف اللعيبه اللي بره على قد المستوى تقدر تعمل اداء كويس، اي حد بيلبس فانيله النادي الاهلي بيقدر يأدي بمستوى كويس.
الاهلي في افريقيا فاق الحدود والتوقعات مع مستر باتريس كارتيرون، النتائج اتغيرت تماما. الاهلي خلص اول مجموعته، حراك النكري رباعيه وكمان مباراه وفاق سطيف الاهلي حرز فيها هدفين، وكان من الممكن انه يحرز اكتر من هدف ثاني وظهر بشكل جيد جدا. ولكن مباراه الاتحاد ربما تكون اظهرت بعض الاخطاء اللي تكررت في المباراه اللي فاتت، لكن كان الفوز ربما بيغطي عليها بشكل معين، لكن اكيد الجهاز الفني بياخد باله من بعض الاخطاء. اكيد اكيد طبعا شايفين الماتش الاتحاد السكندري. على فكره الاتحاد السكندري من الفرق المميزه، لو جينا نتكلم بارك لازم نديهم حقهم، هم فرقه مميزه عندها عنصر الخط الهجومي سريع جدا اللي هو سيسي وخالد قمر، لعيبه مميزه لعبت في الدوري ليها تجربه كبيره جدا، فاكيد ده 90% وارد اللي يكون عندك اخطاء. عندك في ناس كانت بعيده جدا ابتدت ترجع، فدي من ضمن البركه اللي اثرت، العنصر اللي اثر عليك، فعندك حاجات كتير جدا، عندك عنصر الاصابه، عندك مثلا 9 لعيبه او 10 لعيبه من الهيكل الاساسي بتاعك مش موجود طبعا، فدي كلها بتعمل لود على الفرقه. فانا شايف مفيش اي مشكله، يعني انا شايف طبيعي اللي انت يعني لازم بيجي لك يوم كده زي ما احنا بنقول بتبقى انت اوف الناس كلها مش مفيش، يعني حتى الماتش اللي فات المميز شويه مثلا وليد سليمان هو ما شاء الله من احسن اللعيبه الموجوده في مصر الفتره ديت نوعا ما هو اللي بيقدر، بس حتى كورتين حطوهم برضك ما دخلتش. فانا شايف الماتش عادي بالمناسبه كارترون خرجه من حساباته في مباراه الغد امام الترسانه، وده امر طبيعي لانه واصل لمرحله برضه من الاجهاد، ربما يعني خايف عليه من الاصابه قبل لقاء افريقيا المهم. وخلي بالك كمان النقطه اللي الفتره اللي فاتت اللي ما كانش فيه روتيشن كتير في النادي الاهلي، في الناس بتلعب افريقيا على طول، انت بتلعب افريقيا والراجل كان مضغوط فعايز يعمل احسن نتائج. ده روتيشن اجباري. لازم فكان لازم يعمل، بس انت خلي بالك اللي هي كل ثلاث ايام ماتش وانت بتلعب بطوله افريقيا وعايز تلعب دوري وبتلعب ببطوله عربيه، فكان لازم يحصل الفتره دي، لازم يحصل كده، فده طبيعي. والماتش بكره ان شاء الله انا شايف اللي هو نوعا ما هيقدر يدي اللعيبه اللي هي بقى لها فتره بعيد مفيش اي مشكله، اللي بقى لها فتره مش ليها تواجد ما بتلعبش في الفرقه الاساسيه هيبقى موجود. طبعا وليد سليمان لازم يريح اجباري، لازم لو الراجل نزله بكره حتى يطمن على النتيجه او اي حاجه فالموضوع هيبقى صعب، يعني وليد ممكن يحصل زي ما وليد هو طبعا الشباب هيجيبوا لنا قائمه المباراه دلوقتي اللي التمرين لسه خلصان وشريف شعبان ادانا القائمه، لكن الشباب هيدخلوا لنا القائمه دلوقتي عشان نتكلم فيها. ولكن يعني هو طبعا خرج وليد بره ده لازم الحسابات، وده 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 يعني من ضمن، يعني يبقى عندك لعيب ممكن يخلص لك مباراه، ولكن انت شايف الموقف عامل ازاي، خاصه ان وليد بيأدي الفتره اللي فاتت بشكل ثابت جدا، وفي الناحيه الثانيه في المقابل المنافس ربما يتعامل مع اللعيبه اللي عندك اللي بتأدي بشكل كويس او مفتاح اللعب بتاعتك بعنف شويه، وانا عايز اقف تحت كلمه بعنف شويه. ده طبيعي، وليد لازم يريح بكره بغض النظر عن دي بطوله دوري، يعني دي دوري كاس ملهاش دعوه باي حاجه باللعيبه اللي تريح او ما تريحش، هو كمدرب هيتسال في الاخر طبعا على البطولات اللي هو جايبها. فانا شايف البطوله بتاعت بكره ديت، انا شايف هي صعوبه اللقاء بس ايهاب اللي انت عندك احمد عبد المنعم كشري اللي هو المدير الفني لنادي الترسانه. ده راجل كان موجود في النادي الاهلي وراجل عارف الشكل العام للعيبه بتلعب ازاي وعارف الروح اللي موجوده في النادي الاهلي، فده ممكن هيزود لك صعوبه اللقاء شويه. فانا شايف ماتش الترسانه، على فكره الترسانه ده انا جبت فيه جول، كنا بنلعب سنه 2003 2004 كنت انا ابو تريكه كسبنا 2-1. فالترسانه من الفرق المميزه عندها خط هجومي بيبقى مميز جدا، شايف الفتره اللي فاتت في الممتاز به نوعا ما ابتدت تتحسن شويه نوعا ما. لا مع كابتن كشري ماشيين كويس، هم ترتيبهم على الجدول الرابع، لكن زي ما قال الكابتن كشري هو مش بعيد، هو فرق بينه وبين الاول نقطتين، نادي القناه المركز الاول 13، بعديه سيراميكا 13، بعديه كوكا كولا 11، والترسانه 11 في المركز الرابع، فبالتالي هو في المركز الرابع شكليا رقم بيفرقوا ده نقطتين. ايوه ما هو فرق ماتش. هي المجموعه دي كلها بتاعت القاهره بيبقى فيها بالظبط مباراه، يبقى هو على قمه المنافسه، وبالتالي برضه هو شايف النادي الاهلي بشكل كبير جدا، شايف مباراه الاتحاد لعبوا خططين يا كابتن قدام النادي الاهلي بشكل مميز جدا، يمكن معتمدوا على وسط الملعب داوده ورزاق ونور وديديه، قفلوا على ديفندرين النادي الاهلي، يعني برضو اكرم وهشام ممكن يكون الانسجام لسه مش بالشكل الكبير، فبالتالي قفل على مفتاح لعبك اللي بتلعب من تحت وخلاك اجبرك تلعب الكره الطوليه ففقدك خلاص سيطرتك على حاجه كمان زي ما انت قلت كده، اجبرك اللي انت عايز ده تلعب من العمق عشان تقدر تعمل خلق مساحه بشكل كويس، وخلاك تلعب على الاطراف، والاطراف عارف الاطراف فيها مشاكل، علي معلول مصاب بالظبط، قال لك صبر رحيل هيبقى بعيد نوعا ما بعرضياته هيبقى بعيد شويه ولعب في ظهره، والناحيه الثانيه احمد فتحي من كتر اللعب برضه طبعا صاب شويه ونزل محمد هاني، فخلاك تلعب من بره. فانا لما اكون مثلا مدافع والكوره جايه لي وانا واقف ما عنديش اي مشكله، لو كانت جايه لي موجهه او جايه لي مع الطرف اقدر اتعامل معاها، ف
منع نفسك الامداد خالص على الحته الهجوميه خالص. حتى الهدف اللي جه اللي هو بتاع الاولاني اللي هو جه اللي جت الهيدرز اللي هو جابها مروان، الكره اللي عملها له كولوبالي من ورا، كولوبالي رفعها له، الكره عملت بند في الارض وحطتها بدماغه. يعني هو اجبرك على اللعب دوت، بترجع لمين؟ شخصيه المدرب. عندك كابتن حلمي طلام من الناس المميزه جدا في التكتيك بالذات، خبره كبيره في الدوري المصري مثلا فوق ال 20 سنه 25 سنه في الدوري المصري، فقادر يعمل، عارف اللعيبه بتلعب ازاي، عارف يعمل تكتل. هو اصلا سمه كابتن حلمي طلام التمركز الدفاع الهجومي على طول، يعني الدفاع وتحول من الدفاع الهجوم في اقل وقت من الثانيه. فده اللي عمله، اللي عنده بيستفاد من واحد زي سيسي عنده على الخط، بيقدر يروح بمستوى كويس وعنده السرعه، بيقدر يعمل القوه. فهو الجونين يعني نفس طريق كوبي بالظبط، نفس من نفس اللي حصل للشوط الاولاني. وفي نفس التوقيت انت زي ما قلت يا كابتن خلاك تلعب اجباري في العمق. في العمق هتعتمد على مين؟ على وليد سليمان، رقابه لاصقه مع وليد سليمان، هو عمق مع وليد سليمان. وليد مجهد، ولكن في الاخر هو حقق كل اغراضه خططيا بشكل كبير جدا. كمان الاهم انه كان موفق على مرمى النادي الاهلي في المرور من مدافع النادي الاهلي، يعني خطا ايمن اشرف، عدم تخطيط صبري، ايا كانت هناك اخطاء بسيطه جدا، لكن تم استغلال كل الاخطاء باهداف، ودي قليل لما تحصل مع فرقه. ما انا بقول لحضرتك ده التوفيق الموجود. يعني مثلا النادي الاتحاد السكندري فرقه كويسه، فرقه كبيره، بس هو راح مثلا ست سبع هجمات مرتده قدر يجيب منهم ثلاثه، غير مثلا النادي الاهلي راح مثلا 10 ولا 12 مره ضيعوا منهم كتير جدا. فبنتكلم اللي هي النقطه دي. تاني حاجه، انت مفتقد عندك في النادي الاهلي واحد زي وليد ازارو، الحاجات دي كلها الحلول الفتره اللي فاتت ممكن يعملها لك. فالراجل ده لو موجود بالشكل اللي كان بيلعب بيه الفتره اللي فاتت هيبقى مميز جدا. فانت اكيد هو تاني حاجه استاذ ايهاب اللي هو فقدك السمه بتاعتك اللي هي بتاعت النادي الاهلي، اللي هو اللعب القصير اللي تقدر تلعب بيه، اللي هي الدبل باس الوان تو، اللعيبه بتقدر تروح، الكروس اللي بتعمل مثلا من علي معلول لازارو، خلاك فقدك الميزه دي خالص. فبقى عندك كلامك مظبوط، لان انت لو جيت اتكلمت على الاستحواذ ومعانا احصائيه، انت بتتكلم في 55% النادي الاهلي، 45% للاتحاد، بتتكلم على حتى التصويب نسب 19 على 9 على 8 على 3 للاتحاد، بتتكلم في نسب التمريرات الصحيحه 83% 77% للاتحاد، بتتكلم على التمريرات الهجوميه الخطيره، يعني بتتكلم 18 للنادي الاهلي و6 للاتحاد، بتتكلم على الالتحامات حتى الالتحام الهوائي، حتى نسبه المراوغات الصحيحه 75% للنادي الاهلي و64% للاتحاد. ده معناه ان انت رحت واديت، كان في برضه سوء حظ عندك في الشكل في الهجومي، وسوء حظ عندك في التغطيه الدفاعيه. ما هو في مشكله اللي هو كابتن حلمي، بس ده مش تقليلا من نادي الاتحاد ولا الماتش اللي عمله، عشان يبقى كلامنا الشكل العام اللي نقدر نتكلم. احنا لو النادي الاهلي كامل ومكتمل الدنيا كانت هتختلف تماما، الشكل كان هيختلف تماما بالشكل دوت. احنا بنتكلم الماتش اللي فات، الماتش اللي فات عندك كان عندك جاب كبير جدا من نص الملعب لرصاد حرب، اللي هو حته نص الملعب اللي انت بتتكلم فيها، اللي هو عندك اللي هو اكرم توفيق، وعندك الناحيه الثانيه نور السيد كان متفوق جدا. كان هتلاحظ اللي كان كابتن حلمي طلام ممسكه وليد سليمان، وهتلاقي فيه مناوشات عايز ينرفز وليد، يعني 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 حقه يلعب قوي جدا، ولكن كان النوع فيه. وهنا بقى حكم الملعب لازم يكون ليه دور، لازم يكون ليه دور، بس خلي مش بقى على وليد بس، على اي ماتش تاني لما يبقى عندك نجم بيتلعب عليه بعنف شويه، يعني لازم تحسس اللعيب اللي هو بيلعب بعنف شويه ان مش في اخر المباراه تدي له كارت اصفر. انا بقول لك دي من خبرات الموجوده عند الكابتن حلمي، اللي هو عارف مثلا الورق الرابحه دلوقتي اليومين دول اللي هو مستواه ما شاء الله عالي جدا في الفريق، وشال الفريق. يعني بيبقى في النادي الاهلي في فترات زي ما احنا بنتكلم، مثلا كان جه خالد بيبو، جه كابتن محمود الخطيب، كابتن في لعيب بتبني عليه اللعب، في بيبقى في محطات كده الفتره دي بتبقى فائقه جدا، فانت بتقدر تعمل شكل كويس. يعني فوليد من الناس ديت اللي الفتره دي هو محور اداء النادي الاهلي الفتره ديت. فهو كابتن حلمي عنده من الذكاء اللي هو يمسك واحد زي نور السيد قوي وسريع وبيقدر يخبط كويس معاه ونفس القوه، على الاقل مثلا دخل كورتين ثلاثه، عارف وليد لما يتخبط او يحصل له حاجه هيطلعه بره الجيم، وده اللي كان بيعمله معاه بالظبط، يخبطه عشان عارف الوليد بيبص على المنتخب الفتره اللي جايه، بيبص على عنده بطوله عربيه، عنده بطوله افريقيا، فقدر ينرفز مثلا يخلي وليد مركز اصلا ممكن في الخبط كتير او في اللعب الخشن،
على قد كده. وليد مره شفناه التمركز بتاعه واللي حتى الهدف اللي جابه بدماغه وليد من قليل اللي لقيه في المكان دوت. وليد بيجي مثلا عامل الدبل باص من تحت، عنده السرعه بيقدر يعمل دريبل كويس، بيشوط كويس، مفاجاه ما حدش واخد باله هو هيشوط، فلقيته اللي هو بيعمل هيدرز ده كده. يعني هو وليد برضك مركز اللي هو لازم يكون ليه تواجد في الحته دي، بيكمل دي تعليمات لانه بيبقى بياخد دور المهاجم الثاني. ما انت ما عندكش حد في نص ملعب، اكرم توفيق والراجل كان موجود في نص الملعب ما كانش عنده، هشام محمد ما كانش عندهم، كله لعب عرضي. ما انت ما بتلعب عرضي، بتلعب عرضي، بتلعب عرضي، الناس كلها واقفه. ما انا بعمل بعمل الايه التمركز بتاع المجموعات، بروح مثلا تلعب ناحيه اليمين بروح اليمين، والباك رايت والباك ليفت بروح جاي من الناحيه الثانيه قابل. فهو التمركز كانوا واقفين، الاتحاد واقف كويس، التمركز بتاعه كويس جدا. وكمان عنده كابتن حلمي الراجل ده السيسي ده راجل سريع جدا. وبعدين ما دافعش يا كابتن، يعني 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 يتفوق يبقى فارق على النادي الاهلي بهدف، ما بيهداش، ما بيلعبش زون، ما بيقفلش تحت، لا بيلعب اوبن جيم عادي خالص مكمل. فهو كان يعني ناويين بيلعبوا لحتى اخر دقيقه بشكل كبير جدا. هو قاري شكل كويس كابتن حلمي، عارف النادي الاهلي اللعب بتاعه بيلعب ايه، مش اول مره قابل النادي الاهلي، قابل النادي الاهلي في كتير جدا بطولات كاس مصر والدوري العام، فهو عارف بيقابله ازاي بشكل ازاي. تاني حاجه اللي ساعد كابتن حلمي عنده الادوات الموجوده، عنده الادوات المميزه. تاني حاجه جاي مدرب جديد، فانا كل لعيبه خلي بالك ازاي، قبل ما كنا مدرب جاي جديد كل اللعيبه عايزه تبقى اللي بره والاحتياطي، عايز يبقى انا ليا دور. مثلا المدرب اللي فات ما كانش بيلعبني، لا انا المره دي عايز العب، بيبقى ليا دور. فتلاقيهم في التمرين بيموتوا نفسهم، واللعيب مثلا كان بيجري 50 60% هيجري في الماتش ده 1000%، غير خصم النادي الاهلي نادي كبير والناس كلها شايفاه، لا انا عايز اثبت للمدرب اللي انا على قد المسؤوليه. فدي كانت كلها ميزات معاهم، فعشان كده كان عندهم الرغبه والطموح زي ما انت قلت. حتى الاحصائيه الضربات اللي هي الكره المشتركه، انا عايز اشكر عليها الدكتور احمد بيومي اللي بعتها لنا على الهواء. حتى الاشتراكات والكره، الكره الثانيه بنسميها في الكوره اللي هي الكره الثانيه اللي هي لما تنزل من الهيدرز بياخدوها، هم متفوقين ليه؟ عشان هو كان عنده الرغبه ديت، اللي هو قادر عايز يشوف، عايز يموت نفسه، عايز يبقى ليه شكل كويس، عايز يخلي المدرب عنده ثقه المدرب بتاعته. فانا شايف الماتش بس ماتش طبيعي جدا اللي هو يحصل كده عادي، يعني ده ظروف بتحصل كل فين، وانا شايف اللي هي مش 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 خطر يعني على اي حاجه. النادي الاهلي نادي كبير وما عندوش اي مشكله مثلا هدف تمركز دفاعي من مثلا شريف اشرف او اي حاجه، ما فيش مشكله في ايمن اشرف قصدي، فده وارد، ده وارد خلي بالك. واحسن لعيبه في العالم حصل فيها كده ورده، هي دي اللعبه. بص اللعبه مكرره، هي دي نفس اللعبه. لكن برضه حته ان مهاجم لاي فريق يعدي من دفاع النادي الاهلي بالشكل ده حتى لو في توفيق بالسهوله ده ما كانش متاح في الفتره، يعني صعبه. ما دي ترجع لخلال نقطه واحده استاذ هبه، انت هتاخد بالك منها كويس قوي. هو ايه اللي وصل مثلا سيسي ده لحد الحته ديت؟ لو جينا نشوف التمركز ده، احمد فتحي كان بيبقى في الحته دي ما حدش بيقدر يجي الحته دي خالص. احمد فتحي عنده من القوه من السرعه باي وسيله ما يقدرش يدخلك في الحته دي. ده اول واحد. العنصر الثاني لعيبه يعدي بيكمل. العنصر الثاني واحد زي برضه اقول لك، يعني الكابتن عادل القيعي امبارح والاستاذ ابراهيم منيس اتكلموا في الهدف ده في نقطه مهمه جدا. قال لك يعني سيسي في دفعه منه، هي مش باينه ولكن برضه دفعه لكولوبالي بشكل طبعا هو التحام بالكره بسرعه، بس في الطبيعي اللي هي بتمشي عليه، يعني هي مش الموضوع. احنا بنتكلم مثلا اللي بس جايه اهي، هو بص هو خلاص هو خبطوا بعض، هي بالقوه بتاعته بس هو يعني هي قوه باندفاع تمشي يعني تمشي عادي ما فيش اي مشكله. احنا بنتكلم بس اللي وصلنا للمرحله دي، يعني مثلا محمد هاني كان ممكن يخش يتعامل اقوى من كده، بس هو خاف من ضربه الجزاء فدخل بهدوء شويه طبعا. اللي وراه مثلا كولوبالي دخل عايز يحط جسمه، فاكر اللي هو اقوى، كل مره بيبقى عنده عنصر قوه بيقدر ياخد الكره وهو واقف مستريح بالظبط. فالولد اللي هو سيسي اقوى شويه واسرع وهو في نص ملعب يعني اقوى شويه، لعيب تقيل برضه لعيب كويس. وثالث حاجه لو جينا نتكلم الهدف في دوت وصله من النقطه دي، لازم حسام يعني عندك واحد زي حسام عاشور ما بيقدرش يدخل حد في الحته دي خالص. حتى لو عدى من احمد فتحي حسام عاشور بيكون اول واحد مقابل، فما كانش عندك مشكله في الحته دي خالص. فابتدت تبان كده عشان كان عندك مثلا سوء تمركز، في اخطاء ناس واقفه. لو جينا نتكلم ما فيش انسجام لسه، يعني المجموعه دي اللي كانت يعني تحديدا عناصر الملعب اللي كانت موجوده في التوقيت ده وفي الكره دي ما فيش، ما بيلعبوش مع بعض كتير، ما بيلعبوش مع بعض كتير. وال يعني لو ركزت في الديفندرين والجزئيه اللي فيها محمد هاني مع الديفندرين زي ما انت بتقول، حسام عاشور واحمد فتحي لعبوا مع بعض كتير قوي، حتى بيفهموا بعض، بيعرف امتى يروح يغطي عليه، بيبقى هو نفسه عنده الاحساس هل ده هيقف ويقدر يقطع ولا لا، اكمل معاه ولا لا،
ده بقى من الخبرات اللي موجوده معاه. ما دي برافو عليك النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. لو رجعنا طبعا مثلا الخواجه كان بنلعب مع مثلا مانويل كان نفس الكلام، ال11 زي ما قلت لك بيتغيروا ما بيتغيروش هم ال11 عشان مثلا اللي جنبي انا عارف مثلا استاذ ايهاب سريع ولا بطيء اقدر العب له في رجله، حسام غالي بيقدر ياخد الكره هيقدر يوصلها لي بالشكل دوت. فهو الانسجام، الانسجام بشكل عام. فممكن نكون واحد او اثنين اللي هم اكرم توفيق او عندك او هاني كان بينزل على فترات او صابر رحيل بيبقى ليه تواجد بشكل نوعا ما، فكانت ممكن مؤثره شويه. بنتكلم عن النقطه الثانيه اللي في نادي الاتحاد السكندري كان مستغلها بشكل كويس جدا، عنصر عندهم اللياقه البدنيه كانت نوعا ما كانت احسن شويه. لو جينا نتكلم عنصر اللياقه البدنيه كانت مميزه شويه عندهم، قادرين يوقفوا على رجلهم بشكل كويس، استغلوا طبعا المساحات اللي كانت موجوده. اسلام محارب كان نوعا ما ما كانش بيقدر يرجع نوعا ما مع الراجل اللي كان موجود مع احمد فتحي. عندك حمودي ما كانش موفق حتى في ضربه الجزاء ما كانتش ماشيه معاه بشكل مميز زي ما كان موجود. اخطاء عاديه جدا يعني، اخطاء عاديه جدا. بس احنا في الجون اللي احنا جبناه من شويه يا استاذ ايهاب كان في التغطيه العكسيه زي ما احنا كنا بنتكلم فيها، كانت لازم تبقى اقوى من كده. الكره حتى لو انا الناس كلها عدت مني زي ما عدى من السيسي عدى وعمل الشغل ده كله، انا كباك لو انا موجود قبل الراجل دوت كنت طلعتها برجلي العكسيه كان خلص الموضوع. فده كله بتبقى برضه البعد عن الملعب برضه وحسيت الملعب بتفرق. كل اللي احنا بنتكلم فيه بقى وزياده الغيابات امام الترسانه، ودايما الكاس فيه مفاجات يعني، دايما الكاس عودنا بالمفاجات، ودايما الاهلي بيحترم المنافس ايا كان وضعيته. انت شايف بقى المباراه دي ازاي، وشايف النادي الاهلي وضعيته فيها ازاي بعيدا بقى عن الغيابات؟ هي مباراه كره قدم والاهلي بمن حضر؟ لا طبعا انا شايف انا مش قلقانين خلاص، وطمن جماهير مصر كلها ما حدش يقلق عن النادي الاهلي. اي حد بيلعب في فنيه النادي الاهلي بكره او في اي ماتش بيأدي. النادي الاهلي عنده غني باولاده، غني بالقطاع الناشئين اللي عنده، غني باللعيبه اللي عنده، فما حدش يقلق خالص. انا شايف اللي هي بتبقى عادي دي بتبقى مثلا نوعا ما اي فرقه بيجي لها مثلا دروب او بيجي لها ماتش عابر بيبقى في مشاكل، بس بعد كده يعني الكام باك بترجع بسرعه. النادي الاهلي ما عندوش اي مشاكل في الموضوع دوت. فشايف ان شاء الله الماتش بكره ترسانه فرقه قويه. انت عارف مفاجات الكاس بتبقى طبعا دي بطوله كل الناس بتبقى طمعانه فيها. عندك مثلا لو جينا نتكلم قيمه يومين الداخليه اتغلبت من المنصوره. المنصوره اللي بقى من الانديه الجماهيريه الكبيره اللي بقى لها فتره مش موجوده في الدوري الممتاز، فدي بطوله قويه كل النادي بيبقى طمعان اللي هو يخش فيها. فشايف ان شاء الله الماتش بكره هيبقى قوي، بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر واللعيبه اللي موجوده بجماهيره بالجهاز الفني ان شاء الله يعملوا نتيجه كويسه ان شاء الله. كابتن احمد كشري قال لك النادي الاهلي من الفرق لما بيتعرض لهزيمه ما بتكرش، بيبقى فيه وقفه. قال لك مش عارف من حظي ولا من سوء حظي، لما يعني انا شايف ان الموضوع هيبقى فيه وقفه على مباراتي. وقال ان مهما يكون اللعيبه غايبه انت برضه بتلعب النادي الاهلي. بص يا زياد، في نقطة مهمة جدا، ده الفرق بين النادي الأهلي وأي أندية تانية. مثلا القمة هنا مثلا في النادي الأهلي، القمة في مصر إيه؟ أهلي وزمالك، صح؟ مظبوط. إحنا مثلا لما كنا بنكسب النادي الأهلي، نادي الزمالك من نوعا ما بنكسبه على طول إن شاء الله، لكن الفترة اللي كنا بنلعبها بتاعت الألفينات، ما كنا بنكسب تاني يوم بنولينا تواجد في النادي بنقفل الصفحة خالص، ما تلاقيش انتهى خلاص. انتهت خلاص، وبنبتدي نكمل بشكل تاني. ممكن حد تاني ماسك النادي الأهلي يفضل طول السنة فرحان على حاجة زي كده. فأنا بكلمك لا خالص، هو النادي الأهلي الفترة زي دي كده يعني بتعمل لك إيه اللي أنت لازم تفوق. يعني الماتش اللي فات دوت مثلا زعم كابتن احمد عشان عارف في النادي الاهلي وكان متربي موجود في النادي الاهلي وكان هداف كبير في النادي الاهلي احمد كشري طبعا، فعارف ان الكامباك بتاعت النادي الاهلي بتبقى قويه جدا. يعني بكره هتلاقي مثلا الناس كلها ناس فاكره النادي الاهلي لا الثقه ضايعه واللعيبه كلها، لا هتلاقي بكره شكل مختلف. هتلاقي اللعيبه ال11 لعيبه هتلاقي هجوم قوي جدا. الناس مش هتسيب حاجه زي كده عشان النادي الاهلي اتعود على كده. هروح البطوله كابتن كشري بقى شايف الاهلي يلعب عليه بكره ازاي؟ يعني يبدا مد ثقه لعيبته اول 3 4 دقائق، يلعب عليهم دفاع، يلعب على الاهلي دفاع متقدم، يحاول يدي قوه في الاول ياخد حماس النادي الاهلي، ولا يبدا المباراه ازاي؟ لا هو كابتن طبعا كابتن احمد عارف يعني عارف طبعا النادي الاهلي خص قوي جدا، ما يقدرش يغامر ونقول يفتح الملعب يلعب جيم مفتوحه هيبقى عنده مشاكل كبيره جدا بغض النظر عن مين. لا بتكلم في البدايه يعني اول 3 4 دقائق اول 3 4 دقائق يفتح بس يدي ثقه لعيبته خالص، يضغط خالص ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. انا بكلمك حتى لو انت الاحداث عندك مش مثلا ماتش هزيمه او ماتش خساره او كسبان او خسران، النادي الاهلي الانديه الكبيره او الانديه اللي هي اسم كبير، ما ينفعش انا حتى لو انا ايه ما ينفعش العب قدامها جيم مفتوح. دي بتبقى بتعمل لي مشاكل كبيره جدا. العناصر اللي موجوده اكيد اللي واخد الفرصه ده عايز يثبت نفسه اللي هو مميز وعامل شكل ازاي، فلازم بينزل بيموت نفسه. فانا شايف الكابتن احمد متهيألي هيلعب يعني نوعا ما هيلعب هيقفل الجيم نفس الشكل بتاع كابتن حلمي بالظبط، مع الفرق اللي هو ما عندوش مثلا السرعات اللي هي موجوده في نادي الاتحاد، ما عندوش مثلا زي واحد زي خالد قمر اللي هو مميز شويه من نص هجمه بيقدر يجيب لك جون. فانا شايف لو هيقدر يلعب مع النادي الاهلي هيلعب
دفاع منطقه هيقفل خالص ويلعب على الهجمات المرتده لعل وعسل هو عايز يوصل لنتيجه مثلا التعادل او الصفر صفر او اي نتيجه يعني تكون طبعا مجيشة. هو في دماغ اي مدير فني وده حق مشروع اللي بقى عنده الحماس عايز يعمل مفاجاه عايز يقدم مهما كان واتكلم بشكل كبير جدا وعارف امكانيات النادي الاهلي لكن في المقابل في لعيبه كتير ما لعبتش مع بعض ايا كان المنافس وكل التقدير والاحترام لفرقه نادي الترسانه عدم الانسجام يلحق في 48 ساعه جهاز فني يقدر يقربهم من بعض ولا هم من كتر التدريبات مع بعض ممكن يوصلوا للانسجام امام فريق الترسانه؟ لا انا عايز اقول لك على حاجه الفرقه الموجوده ديت احنا مش بنتكلم على الانسجام احنا بنتكلم مش تخليها بقى انسجام نخليها مثلا معدل اللياقه البدنيه اللي موجود لو جينا نتكلم علمي بقى هو اللعيبه عندها انسجام بتتدرب مع بعض من السنه اللي فاتت اللي دخل عنصر او الاثنين يعني عنصر او اثنين او ثلاثه موجودين اللي دخلوا على الفرقه، الفرقه بتتمرن كل يوم مع بعض وبتلعب نفس الشكل هو بس مثلا يجي نتيجه اللقاء مثلا ممكن يكون حد اللياقه البدنيه بتاعته من كتر ما بيلعبش كتير قل شويه 60 70% فاللي جنبه مثلا يكون مثلا 80 90% فتبان الفرق هنا او هنا من اللعيب الموجود. فانا شايف مفيش اي مشكله في مفيش حاجه اسمها انسجام، انسجام ده استاذ ايهاب لو احنا بنتكلم على اول الدوري لسه اللعيبه حتى لا جايب لحد جديد ولسه ما دخلش النادي الاهلي ولسه ما لبسش فانيلا ولسه عايز يتاقلم على اللعيبه وعلى طريقه اللعب، لا اللعيبه موجوده زي ما هي ما عندناش اي مشكله بس هو زي ما قلنا لازم معدل اللياقه البدنيه لازم يكون احسن من كده وده يرجع لكذا مشاركه في كذا بطوله فطبيعي لازم يعمل روتيشن بشكل مميز عشان يقدر الفرقه اللعيبه دي كلها تكمل ما يوقعش عنصر يعني ما يقعش منك عنصر الاصابات بشكل كبير كده يعني مثلا عندنا 8 او 9 لعيبه مميزين مؤثرين اصابات فلازم ان احنا نخلي بالنا من النقطه دي. لو اتكلمنا على قائمه النادي الاهلي لمباراه بكره لو قلنا شريف اكرامي وعلي لطفي والدفاع صبر رحيل محمد عبد المنعم احمد علاء محمود الجزار وفي الوسط هشام محمد اسلام محارب احمد حمودي مؤمن زكريا احمد حمدي كريم نيدفيد عمرو السوليه محمد شريف احمد الشيخ ميدو جابر ناصر ماهر اكرم توفيق عمار حمدي وفي الهجوم احمد ياسر ريان قائمه برضو يعني مليئه بالنجوم واللاعبين اي حد في قائمه النادي الاهلي النجم يا استاذ ايهاب ده طبيعي انت في النادي الاهلي نادي القرن فطبيعي اي حد بيلعب حتى احمد ياسر ريان او اللعيبه المميزه الصغيره ديت لو خد فرصه هيأدي وهيلعب ده حلمه لو موجود انا كان حلمي ابقى ليا تواجد في النادي الاهلي فلما يجي لك الحلم بتاعك لازم هتموت نفسك احنا مثلا كنا في الناشئين وجالنا الفرصه زي كده كان مثلا واحد يطلع في الفريق الاول يبص على كابتن هادي عصام الحضري كمونه الناس دي كلها بتبقى بص لا ده حاجه كبيره جدا فاي لعيب هيبقى موجود ليه تواجد زي ما احنا بنقول الاهلي بيمون حضر يعني اي حد هيلعب في النادي الاهلي هيقدر يؤدي هيطلع اكتر حاجه عنه وده اللي بيتكلم بيميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني يقول لك روح الفنانه الحمراء لا مش بتيجي من فراغ بتيجي من قطاع ناشئين بيموت نفسه في القطاع متعود على روح البطوله تاخد تاني تبقى عندك مشكله لما تتغلب ماتش يبقى عندك الدنيا بتقف غير الانديه اللي بره في انديه تانية تتغلب خمس ست متوشه ما حدش بتكور ولا فارق معاه ولا فارق معاه عشان ما تعودش على كده الدفع اللي عنده مش كده عشان كده حتى احنا نقول لعيب النادي الاهلي بيبقى مختلف عن اي لعيب تاني في مصر موجود يعني اكيد الوضع بيبقى مختلف ولكن يعني الجهاز الفني برضه عنده حيره يبدا بمين يشتغل بمين وقايمه من غير ظهير ايمن هيوظف احد اللاعبين في المكان ده وزي ما انت بتقول دي الفرصه للعيب يثبت ويؤكد فيها انه يستحق انه يرتدي الفانله الحمراء. هو جينا نتكلم كل اللعيبه الموجوده تستحق تلبس الفانله الحمراء لو ما كانوش يستحقوا ما كانوش بيطلعوا فريق اول زي ما بنتكلم فلعيبه مميزه جدا اكيد هي فرصه بالفرصه دي بتيجي كل مثلا استاذ ايهاب انت عارف كل بتيجي كل سنه مره لو انت مسكت فيها هتبتدي وعملت ماتش كويس الجماهير ما بتنساش حاجه زي كده. الناس بكره عارفه الناس واعيه جدا وعارفين ان بكره النادي الاهلي اصاباته كبيره جدا عنده اصابات كتير عنده مثلا 9 10 لعيبه مؤثرين فلما يطلع لعيب جديد زي حمدي او يطلع الناس اللي موجوده احمد ياسر ريان مثلا يعمل حاجه والشكل دوت الحاجات دي بتعلق مع الجماهير فانا شايف اللعيبه اللي موجوده هيوظف حد مكان ناحيه اليمين عندنا مشكله كبيره جدا ناحيه اليمين يعني ناحيه الشمال ما عندناش مشكله صبري موجود هيكمل ناحيه اليمين هيبقى فيها مثلا مشكله بس انا شايف مش هتبقى خطر قوي ممكن انت بقى يعني تقمص شخصيه كارتيرون كده وهو قاعد دلوقتي مع الكابتن محمد يوسف الكابتن سامي قمصان هيحطه واكيد يعني قبل التدريب النهارده هو اشتغل على حد ما اكيد هو 1000% هو اشتغل على حد من بعد الماتش على طول هو الماتش على طول عارف اللي مش متواجد معايا 1 2 3 لا انا ابتدي اشتغل عليه واجيبه واشوف الشكل العام هيبقى عامل ازاي وفي التمرينات بيشوف وصل لحد فين هي ما بيلحقش في التمرين اصلا هو التمرين بيكون تمرينه قويه شويه والتمرينه الثانيه بتبقى خفيفه خلاص بتبقى خلصت يعني فانا شايف لو هو اكيد وظف حد هو ادرى اللي هو موجود ازاي احنا ما نقدرش احنا بنتكلم من بره كويس قوي كويس لا انت برضو يعني وده رايي شايف مين ممكن يلعب الباك رايت في الماتش ده
لا هو لازم يكون ليه عنده حلول. هو لازم ليه حلول عنده. هو لازم هو اكتر واحد واعي بالفرقه اللي عنده وحاله اللعيب اللي عنده ايه. مثلا ما كنا اقول لك اي اسم بس احنا ما نعرفش حالته في الفتره دي ايه. ممكن الفتره اللي هو موجود فيها دي قلل شويه, فاحنا ما نقدرش نقول اسم نخمل اسم وهو مش موجود. فدي بقى المشكله. هو ادرى واحد هو اللي موجود دلوقتي, فعارف مين اللي يقدر بيتمرن كويس, مين يقدر يشيله في الحته ديت. ففي لعيبه كتير مميزه. يعني مثلا مع وجود السوليه, هل لو شارك وشارك جنبه هشام محمد ممكن يدي اكرم ناحيه اليمين؟ يعني هل ممكن لعيب ممكن اكرم, ممكن اكرم خلي بالك, او ممكن اكرم خلي بالك ممكن موجود. اسلام محارب برضك ممكن يكون ليه تواجد برضك في الحته اللي بيلعب فيها كويس. اصل خلي بالك برضك الخصم برضك اللي احترمنا نادي الترسانه مش الخصم اللي هو ينزل قوي جدا وينزل هجمك وينزل يبقى يعمل عليك ريسك ويبقى قوي جدا وما فيش اي مشكله. لا انت ممكن تلعب مثلا بالاربعه اللي ورا, هتثبت اثنين على يبقى راس حربه واحد هتلاقيه بقابلك من نص الملعب, هتثبت واحد بس عليه وهيبقى عندك الناحيه الثانيه هيبقى ممكن تلعب اسلام محارب زي ما اخر اللقاء لما طلع صابر رحيل. اسلام يقدر في الحته دي يشد الفرقه شويه. ممكن الناحيه الثانيه يلعب زي ما اكرم توفيق نفس الكلام. اكرم عنده الحته دي ولعب فيها قبل كده كتير. فانا شايف مش مشكله. يعني لو انت هتقابل مثلا خصم في الدوري العام يعني كفرقه دوري عام وفرقه مميزه وعارفه ايه بالظبط المفاتيح اللعبه, كان هيبقى عندنا خطوره. كان الراجل هيبدا يركز بشكل اكتر من كده. بس طول ما انت عندك الخصم نوعا ما مش نفس القوه اللي انت كنت متوقعها, مع احترامنا لنادي الترسانه طبعا, هيبقى عندك الدنيا تبقى اهدى شويه. بعد المباراه دي في مباراه مهمه جدا يتخللها لقاءات للمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول, فيها طبعا لعيبه من النادي الاهلي. لكن الصحف والاعلام الجزائري قال لك الاتحاد جاب 4 اهداف في النادي الاهلي, ودي منشتات في الصحافه الجزائريه. احنا نقدر نحرز اكتر من هدفين في النادي الاهلي, ومن حقهم انهم ياخدوا الجانب السلبي ده يودوه عندهم بشكل ايجابي لتحميس فرقتهم. زي ما قلت لحضرتك, زي ما انت النادي الاهلي لما يتغلب مثلا مره ولا مرتين كل الناس بتتكلم عن حاجه زي كده عشان هو عمره ما بيتغلب. انت فاهم ازاي؟ فحاجه زي كده لما يتغلب مثلا يخش هدف 4 اهداف في النادي الاهلي, دي حاجه كبيره جدا. فالناس كلها لازم بكل رغبه الكوره طمعانه, بس ما عرفوش النادي الاهلي زي ما احنا قلنا بيقدر يجيب نفسه بسرعه جدا, بيقدر اللعيبه بترجع تاني بشكل مميز جدا. فانا شايف انا لعبت هناك في تونس, في قصدي في الجزائر كتير, لعبنا شباب القبائل, لعبنا شباب بولزداد, ولعبنا فرق كتير كلها هناك. لو بقى تقيله والملعب والجمهور, الجمهور والملعب, وهم كمان عندك شمال افريقيا عامه, المغرب, الجزائر, تونس, بالجماهير 90 دقيقه ما بيبطلوش. بس لا لو هو اتعامل بالشكل دوت هيبقى هيقابل صعوبات كبيره جدا. احنا كسبنا شباب بالذات, في شباب بالذات في ساعه بطوله افريقيا بجون بتاع ابراهيم سعيد. هو كان رايح هناك برضك نفس الاحداث, هنكسب النادي الاهلي, واحنا كنا ماشيين في الدوري نوعا ما مش كويسين قوي. كان مثلا مانويل جوزيه كان لسه معانا, فرحنا هناك وكسبنا. لو هو اتعامل بالمنطق واخدنا بشكل تحفيزي, يقول لك انا محتاج اجيب هدفين على الاقل 3 عشان اضمن المكسب على طول. والاهلي دخل منه فريق من الاتحاد في الدوري 4, هو عايز يدي حافز يعني للعيبه. هو ده عنصر معنوي عايز بس يخلي اللعيبه انت يعني خد الثقه. النادي الاهلي نادي القاهره نادي عادي, يعني هو عايز يخلي اللعيبه اللي عنده تبقى تهاجم او يديهم الجراءه اللي هو يقدر يعمل شكل كويس. بس صعوبه جدا الدوري. شوف الاعلام بيبقى محفز قوي, يعني الاعلام الجزائري لعب على الحته دي ولعب على حته 23 اكتوبر في الثمانينات نفس توقيت 88. الاستاذ محسن لملوم ماشي معانا بالظبط, هو اسطوره اهو. طبعا في سنه 88 نفس القصه, فربما يكون نفس اليوم هو نفس اليوم هم كانوا كسبوا النادي الاهلي. ده طبعا الحاجات دي اللي بيقولوها طبعا دي بتاع التاريخ. بس انا شايف بس لا, شوف الجانب التحفيزي من الاعلام, ما هم داعم ازاي, بيتكلم ازاي, بيلعب على نقط تانية خالص. انت عارف هو دخلك في النقطه دي ليه يا استاذ؟ عشان عارف اللعيب المصري مش هيقدر يكسبه الا نفسيا. بيقدر عايز يعمل ايه؟ بيخليك طبعا بيعمل حركات, لو مثلا يخليه يخبطك في الكوره بدون كوره, يقول لك لفظ, يقول لك اي حاجه, فيطلعك بره تركيزك في الجيم. هو عارف لو هو طلعك بره تركيزك في الجيم هتطرد, هتاخد كارت, هيحصل لك مشاكل. فهو بيلعب على العنصر ده عشان يحفز فرقته. تاني حاجه هو فاكر اللي هو كده بيهدي, يعني بيوقع الفرقه الثانيه, مع انه العكس صحيح طبعا. العكس صحيح, زي ما يكون اللي كان بيعمل الموضوع ده كان مانويل جوزيه بيعمل الفيلم ده. نفس الحوار ده كله, يروح مثلا يروح لعب جنوب افريقيا يقول لك انا هكسبكم بكره 3 في المؤتمر الصحفي, فرأي الناس تسخن وبتاع. هو بيعمل كده, بيعملهم نفسي. هو دي كلها شمال افريقيا عامه بتتعامل مع النادي الاهلي بالمنظر ده, تونس او الجزائر او المغرب نفس الموضوع. لكن النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بيأدي في شمال افريقيا ولا اروع. هي المباريات اللي بتصعبه دي يعني بنقول عليها بتاعت النادي الاهلي اكيد. وانا بقول لك زي ما كل انا بتفائل جدا ان كل لما بيحصل مثلا لا قدر الله ماتش تعادل او ماتش هزيمه, النادي الاهلي لما بيرجع بيكون اقوى من قبل كده. ستايلك في اللبس الستايل الفرنسي, وزي ما قلت معايا في اول حلقه في مدرب فرنسي لاول مره في النادي الاهلي, وانت يعني لعبت في الدوري الفرنسي, شايف كارتيرون ماشي ازاي مع النادي الاهلي,
خاصة بعد أول هزيمة، وشاف الراجل اللي اتعامل ازاي الفترة الجاية؟ والله أنا شايف كطبيعتي، أنا قعدت 5 سنين في فرنسا، أنا سمعت عن مستر كارتون بيرك مسك أندية هناك، مسك نانت ومسك أنجي ومسك فرقة كذا فرقة، هو راجل هادي، راجل هادي بيفكر بصفته كويس. تاني حاجة عنده صفة قوية جدا الناس كلها تلاقيها ملاحظاها، اللي هو معاه بيشتغل جروب كله أو التيم ورك بتاعه كله، حتى تلاقيه قاعد على الدكة بيتكلم مع الناس، تعاوني تعاونه بيعرف ياخد، فدي حاجة كويسة لما يكون مدير فني. الناس ساعات تبص لما مدير فني أجنبي يتكلم مع الجهاز ومعاهم كده على الملأ يقول لك ده بياخد من الجهاز وبيكلم، هو لازم يتعاون مع الجهاز ولازم يعني يهمشه. هو الجهاز معايا ايه؟ الجهاز يعني مسمينه جهاز فني، انا مسؤول ليه عن جهاز فني؟ لو كده بقى انا اجي لوحدي والنادي يجيب لي جهاز فني كامل. لا، انا مسؤول عن جهاز فني عشان هو اللي اقدر بشتغل ازاي، بيقدر نتكلم كلنا في مشكله، مثلا انت شايف هنا ايه، ممكن اقول لك انا شايف هنا في مشكله في حته الفلانيه، فالراجل بيسمع الحاجات دي بتبقى مميزه، انت شغال معاه عشان انت راجل تفيده. ممكن انا شايف اتجاه تاني اللعيب ده اقول له لا ده عنده مشكله، اقول له لا اصبر شويه عشان في الحته دي هو بيقلل في الحته الفلانيه. فده جهاز فني لازم بيبقى عنده حاجه زي كده. فالراجل انا شايف الدليل على كده اللي هو واخد النادي الاهلي، كان عنده بطوله افريقيا كان الامور مش ماشيه كويس، الراجل دلوقتي خلاك اول مجموعه واداء مميز والناس كلها مبسوطه، بغض النظر عن الاحداث اللي هي مثلا تتغلب ماتش في الدوري او تتعادل ماتش في الدوري، ده طبيعي مفيش فرقه. بس النادي الاهلي عشان احنا على طول بنكسب والناس متعوده والجماهير كلها متعوده ان احنا بنكسب، فلما مثلا تعادل او ماتش هزيمه تلاقي الدنيا كلها قامت. لا لا، ده الطبيعي اللي هو مثلا بيحصل حاجه، يحصل دروب وبعد كده الناس بتطلع واحده واحده وبيرجع تاني الموضوع مفيش اي مشكله. فهو مدرب مميز جدا، مدرب عنده هدوء، عنده ثقافه، بيقدر يلعب الناس كلها، بيتعامل نفسي كويس. الفرنسيين عامه بيتعاملوا مع اللعيب كويس، يعني حتى شوف اي حد هادي زي ما انت قلت اي حد كده بيغير بيطلع ياخده على الحضن ويسلم عليه صبر كل الناس، فهو مدرب كويس. وانا شايف اللعيب المصري تمشي معاه المدرسه الهاديه دي ولا يحب المدرسه الصارمه شويه الشديده شويه؟ ما بص، دي شخصيه كل لعيب، فاللعيب انا شايف السيستم ماشي النادي الاهلي سيستم، اي حد هيتاقلم في السيستم اللي هو موجود، واللي بيخل في السيستم دوت بيكون بره النادي، عشان تبقى انت عارف ده عامه ده على الحياه كلها. فالنادي الاهلي منظومه متكامله، اي حد بيخل عن المنظومه ما بيبقاش ليه تواجد خالص. فانا شايف لا، اللعيب المصري عامه في فترات الراجل برضك بيقدر بيستشف من الناس اللي حواليه، لا لازم هنشد شويه، لازم هقدر اتكلم بشكل اقوى من كده. يعني شايف المدرسه الفرنسيه ماشيه لحد الان مع النادي الاهلي بشكل مميز؟ بشكل مميز جدا، والنتائج اللي بتحكم، انت شايف دلوقتي الراجل مثلا واخد نتائج ممتازه بغض النظر عن مباراه، بغض النظر عن مثلا الاصابات الموجوده، هو في افريقيا انت راجل بتكسب بره، بتكسب منتشه قويه. هو لما استلم الاهلي كان بره افريقيا خالص، بره افريقيا كلنا يعني قلنا طلعنا يعني كان خلاص. كان عندنا بونت، انت كنت واخد مهزوم ماتشين قبل ما عندك بونت واحد، فكان عندك بونت، فكان بونت واحد راجل اول مجموعه، فدليل على كده الراجل مميز. وتاني حاجه انت جايب مدير فني كان ماسك بتاع التعادل الترجي هنا، ما انا بقول لك انت كان ماسك راجل ماسك مازيمبي، ففرقه قويه جدا في افريقيا، فرقه مميزه، فخد بيها بطوله افريقيا، فالراجل عنده درايه بشكل عام، يعني مش عارف افريقيا فيها ايه، مش زي مدربين مثلا يروح مثلا جنوب افريقيا او يروح في اي حته تانية يقول لك هلعب جيم مفتوح، راح مغلوب 4 ومغلوب 5، فدي صعبه جدا. انت واخد واحد من نفس المدرسه من نفس القريه، عارف الشكل ايه، والحياه في افريقيا مختلفه تماما عن مصر وعن المغرب او تونس، الناس دي احنا بنروح افريقيا بتلاقي احداث ثانيه خالص. يعني كابتن احمد ابو سلم شايف ان الاداء المدرسه الفرنسيه ماشيه بشكل كويس وهتقدم مع النادي الاهلي بشكل كويس؟ انا شايف ماشيه بشكل كويس وهيستفاد طبعا الراجل هيبقى موجود. ده المدرسه الفرنسيه، وانت بتقول انها ان شاء الله تنجح مع النادي الاهلي بشكل كبير. نروح بقى للمدرسه المكسيكيه واجيري مع المنتخب الوطني، بدايه بسبعيه ماتش كبير، تغيير اداء وطريقه لعب، بقى الشكل هجومي اكتر، بتحرز اكتر، البعض شايفها ان انت غيرت كوبر حتى لو المنافس فنيا اقل، لكن ظهرت فيه. عندنا مباراتين، مباراه 12 اكتوبر يوم الجمعه وبعدها 16 امام سويسلاند، مباراتين مهمين جدا في التوقيت ده، شايفهم ازاي؟ انا شايف مثلا الراجل، يعني سمعنا الفتره اللي فاتت والاحداث اللي فاتت اللي هو بيتكلم اللي انا بقى مثلا بعمل هيكل اساسي للمنتخب لمده 4 سنين قدام، والدليل على كده احمد فتحي ما كانش ليه تواجد وناس كتير ما كانش لها تواجد الفتره اللي فاتت. فاحنا نتمنى اللي هو زي ما هو بيقول كده تعمل شكل جديد بعد 4 سنين، فمن حقه اللي هو يختار الناس اللي تقدر بعد 4 سنين هيكون لها تواجد معاه. لو جينا نتكلم على الخصم ضعيف، لو جينا نتكلم اللي هو احسن ظروف في الوقت دوت اللي انت تجرب اللي انت عايزه، هو انه مثلا ما عجبنيش مثلا من امبارح او اول امبارح نفس الكلام، احمد علي خرج النهارده الصبح مهاجم نادي المقاولين للاصابه، ما خدش حد. نفس الكلام كان صلاح، كان صلاح محسن باين، صلاح محسن او مروان حاجه زي كده، حد منهم برضك ما خدش حد. فلازم انت لازم تاخد حد، لازم تاخد بديل، عندك ناس كتير مميزه لازم تاخد حد وتجربه، واحد واثنين وثلاثه. تاني حاجه الناس اللي مفرحه الفتره اللي فاتت شويه، اللي احنا طلعنا بس من بعد
احداث كاس العالم اللي انت بتلعب بقيت عندك طريقه لعب خط هجومي. احنا مثلا كوبر كان بيلعبنا خطه ضعيفه جدا يعني بلغه الكره عقيمه يعني بلغه عقيمه ولكن بالارقام هو عمل وناجح. احنا بنتكلم ارقام التاريخ هينصف كوبر على فكره, احنا بنتكلم في طريقه لعب لكن التاريخ نفسه هينصف كوبر انه ادى بشكل كويس حلو جدا في النتائج. والدليل انك بعد غياب عن البطوله الافريقيه موجود تطلع للنهائي وصلت كاس عالم بعد غياب 26 سنه, ما حدش هيفتكر حاجه. احنا بنتكلم عن حاجه, دي شقين. اول حاجه الشق علميا وارقام هو ناجح مع منتخب مصر 1000%, ما حدش يقول كده. وصلك كاس الامم ووصلك كاس العالم والدنيا كويسه جدا, بس بنتكلم في عنده مشكله في حاجه طريقه اللعب. انت عارف الشعب المصري ايام كابتن حسن حتى صعب الذواق شويه, احنا بنحب الكوره لازم تلعب كوره, مش هفضل كل 90 دقيقه واقف ورا جوه ال 18 وعمل المرتده لمحمد صلاح هو اللي يقدر يخلص لي, او تريزيجيه هو اللي يقدر يخلص لي. لازم يكون عندك شخصيه في الملعب, انت منتخب مصر منتخب كبير في افريقيا, فلازم يكون عندك الشخصيه في الملعب. اقدر اطلع امتى, اقدر اجيب اهداف امتى. فالناس الفتره اللي فاتت اللي بسيطه شويه اللي شافت بغض النظر عن الخصم ضعيف, اللي انا بجيب اهداف متنوعه, هدف من كروس من اليمين, دبل باص بيروح حتى لو المنافس المستوى الفني بتاعه اقل, حتى لو كده بس انت بتدي الثقه للشكل الجديد اللي كانت موجوده. مثلا عجبني مثلا دخل باهر محمدي واحد كان من نادي الاسماعيلي ومحمد صادق لعيبه مميزه قدر يديهم. بس احنا عايزين نتكلم زي ما تديتهم كده كمل بقى استثماريه, يعني ما جاونش معسكر او اتنين وبعد كده اقول ايه ارجع تاني الحرس القديم اقول لك لا انا مش هينفع. لا انت خدت الطريق يبقى لازم تكمل فيه, تكمل معاهم حتى تدعم اللعيبه دي عشان تكون موجود. لازم انت كمان في حاجه ثانيه, هو قال لك انا اربع سنين هيبقى ليا مثلا عنصر السن 30 سنه او 31 سنه من الناس دي هتبقى خلاص كمل. انت خدت ناس 27 21 سنه كمل, لازم تاخد الحاجه. هل القياس بالسن منصف ولا المقياس بالاداء؟ يعني انا اكون حاطط عنوان السن الكبير مش هاخده, ايا كان اللعيب الكبير اللي بيأدي بشكل حلو بدون ذكر اسماء اللعيبه, مش هذكر اسماء ومش مش هقول وليد سليمان مثلا ولا هقول احمد فتحي ولا 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 في لعيبه كمان في اكيد في فرق دوري كتير تستحق, لكن هل هيبقى المعيار ان انا بحط عنوان ان انا مش هاخد كبار السن فقط؟ وطبعا مع احترامي لكابتن احمد علي, ما هو برضه ده ما هو ده استثناء للقاعده. ما انت برضه انت واخد واحد كبير السن وبقى له سنه بتاع 29 سنه 30 يعني انت بتتكلم برضه في سن كبير, وانت بتتكلم ان واحد بقى له 7 سنين ما انضمش هيستحق, واحمد علي يستحق انه يكون كمان من قبل كده زمان موجود زمان. مع المنتخب. لكن القاعده هتبقى فين؟ في الشرط اللي محطوط ولا المستوى يكون استثناء؟ دي ترجع للمدير الفني في حاجه واحده جدا. لو انا هبص دلوقتي عندي البطولات المجمعه امتى, عندي البطوله اول بطوله امتى, بعد 4 سنين انا بص عايز اوصل 4 سنين اوصل كاس عالم ولا اوصل دلوقتي شايف ان الدنيا متلخبطه شويه. عندك 2019 بطوله افريقيا, حلو قوي بطوله افريقيا مثلا. معدل اللياقه البدنيه عندي لازم يكون اي فرقه او اي منتخب قوي جدا لازم يكون عندك عنصر الخبره وعنصر اللي هو متوسط اللي هو بيبقى الاعمار متوسط من اللي هو من 24 ل 25 ده اللي بيبقى موجود, وبعد كده عنصر الشباب اللي هو من اول 21 يعني اقل لحد 21 او 22 سنه. لازم اي فرقه تنجح لازم يكون فيها العنصر دوت. فهو لو هو حاسب اللي هو عايز الفرقه كلها تبقى صغيرين 2019 هتبقى عنده مثلا يعني مثلا نقول مثلا بالارقام كان نقول مع احمد فتحي. لو جينا نتكلم على عطاء, لو جينا نتكلم احمد فتحي من احسن الناس كلها في عطاء او معدل اللياقه البدنيه موجوده في مصر لو جينا نتكلم عليها. بس هو دماغ الراجل هو عايز يخش في السن, فقال لك مثلا بعد 4 سنين احمد فتحي هيبقى فين؟ حتى لو هو يعني العطاء بتاعه حتى لو هو عطاؤه مثلا الفتره دي احنا عندنا 1000% احمد فتحي دلوقتي نمره واحد في مصر كلها قوه وسرعه ومرونات ولياقه بدنيه وتكالنج وكل الكلام من ده. خلاص بعد 4 سنين احمد فتحي لو اداؤه 70 في يعني جاب لي 70% مش هيجيب لي 70% مع احترامي يعني عنصر السن بيفرق. الارتداد من الدفاع للهجوم هيبقى عنده مشاكل. فهو راجل شايف ان الراجل باصص على قدام قوي وبالتالي بيمهد من دلوقتي. بس ده انا شايف اللي هو طريقه دماغه كده يعني. انا شايف انا حتى كابتن هاني قاعد معاه اكيد هو بيبص لقدام قوي, والدليل على كده اللي هو بيجيب ناس عناصر صغيره في السن وعايز يعتمد عليها. يعني مثلا لو بص ل 2019 السنه الجايه لو جينا نتكلم احمد فتحي نمره واحد في منتخب مصر, وممكن الظروف الفتره اللي جايه ممكن يكون احمد فتحي نمره واحد موجود في مصر. انت فاهم ازاي؟ بس هو عايز ايه الراجل المدير الفني؟ عايز ايه؟ عايز اخش بطوله افريقيا وبعد بطوله افريقيا افضل بقى ادور على هيكل تاني واعمل مشكله زي ما كوبر كده دخلنا مثلا, مش لقينا الناس في نص الملعب ما كانتش بتلعب خالص سام مرسي وكاس العالم, وبعد كده لقينا الناس كانت معاها مثلا باك ليفت بتاع لانس فرنسي كريم حافظ بقى واخد التجمعات كلها وباجي بعد كاس العالم اروح مطلعه بره. ده حاجات بتشوف, ما انت بقول لك في حاجات في لوغاريتم كده اي مدير فني بيعمله اللي هو بيبص مثلا الضغط والاعلام لا خد ده لازم اخده وبتاع, وبعد السنه الجايه مش هليه تواجد. فلازم هو عايز ايه بالظبط؟ ده على الجانب المحلي. في تراجع كبير في مستوى المحترفين,
يعني باستثناء بعض اللاعبين تريزيجيه فتره فاتت ماشي كويس، لكن في الهيكل العام للمحترفين في تراجع شويه مش في مستواهم بتاع الموسم اللي فات. هو بس يعني جينا نتكلم تريزيجيه هو الفائق الفتره اللي فاتت، محمد صلاح نوعا ما بيلعب على طول بس الناس متوقعه اللي خلاص الناس حطيته في ليفل معين بس كده، بس انت حطيت في ليفل معين. تاني حاجه لو جينا نتكلم ذهاب الفتره دي الناس مش واخده بالها منه، محمد صلاح قبل ما يلعب السنه اللي فاتت قبل ما يبقى هداف الدوري الانجليزي الفرقه كلها ما كانتش واخده بالها منه. في نفس الوقت ده كمان كان بنفس امكانياته، بل يمكن الوقت ده ارقامه اعلى باستثناء انه فارق هدف واحد بس عن مسيرته السنه اللي فاتت في هذا التوقيت. ما انا بكلمك كمان في نقطه كمان اللي انت دي مهمه بقى لو جاي بقى من بعيد ما حدش عامل له حساب مثلا انت عارف نجوم الفرقه هنا مين ومين، فمثلا لا احنا مش واخدين بالنا عادي جاب جون عادي يعني ساديو ماني وفيرمينيو هم اللي كان عليهم العين بس، فانا انا ما كنتش مديله اهتمام زي الناس اللي كانت موجوده زي شاكيري دلوقتي لما بينزل ما بيبقاش برضه العين عليه بالشكل الكبير بس كده. فصلاح كانت الناس كلها بسرعته والقوه اللي عنده فكان بيقدر يجيب اهداف، الناس كلها كانت الفرقه كلها كانت لا عادي. السنه دي بقى الناس ابتدت تركز، راجلك بقى احسن لعيب في العالم فالناس كلها مركزه سيب الفرقه دي كلها يقول لك امسك صلاح. فهي دي بقى المشكله. مثلا هو ما شاء الله على فكره صلاح بيعمل مجهود دلوقتي قد السنه فاتت مرتين ثلاثه طبعا لان هو بقى عنده ثلاثة. تحدي عنده قد مرتين ثلاثه بس التركيز والمان عليه والضغط عليه والقوه لازم يبعد نفسه عن الضغط ده خالص، يعني الضغط عليه قوي جدا فهو لازم يفصل نفسه خالص عن الـ عن الـ عن, الـ عن الاحداث دي خالص. والفرقه كمان مركزه جدا معاه. غير كده كمان ضيف كمان على قد كده اللي زمايله في الملعب كمان انا شايف الموضوع بقى صعب، يعني مثلا راجل عايزين يديله مش عايز يعني ساديو ماني مش عايز يديله حتى اللي هي مثلا الغيره في الملعب، في ناس كده في لعيبه كده اشمعنى ده يبقى كده وانا بعمل كل حاجه. فانا شايف صلاح ماشي كويس، انني برضك نوعا ما بعيد عن المشاركه الاساسيه اليونان مثلا عندنا ناس كثيره هناك، شيكابالا وباسم مرسي وعمرو ورده وكوكا كمان، فانا شايف في ناس كلها ما فيش حد بيلعب بصفه اساسيه الا عمرو ورده هو اللي بينزل على فترات معينه، والفتره اللي فاتت برده كان عنده بعض المشاكل وعنده برضك المشاكل زي ما احنا موجودين. بس هو الوحيد تريزيجيه اللي هو لو جينا نتكلم تريزيجيه من احسن الفترات حظه وحش قوي مع المنتخب المصري، يعني اللعبه اللي بيعملها في الدوري التركي تحديدا في هذا التوقيت بيخش ويقطع جوه ويحطها في البعيده، عملها مرتين ثلاثه مع المنتخب المصري بس ما كانش فيه توفيق. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا شهاب، كأنا شخصيتي قناعاتي الشخصيه اهم لعيب منتخب مصر محمد صلاح تريزيجيه. اللعيب ما تلاقيش حد عنده السرعه والقوه والارتداد ينقلك من المحطه الدفاعيه للحطه الهجوميه في اقل ثواني يعني لو مسكنا ستوب ووتش وحسبنا تريزيجيه خد الكوره وراح امتى هتلاقي تريزيجيه اسرع واحد في الفرقه كلها. يعني انت حتى في كل المطوشه اللي عندك معربه شويه وفيها مشاكل تريزيجيه بينزل يجيب لك ضربه جزاء في الاخر، ينزل لك ضربه جزاء مباراه الكونغو كل فاكر هدف محمد صلاح، لكن مين اللي جاب ضربه الجزاء؟ هو تريزيجيه. واللي قبل كده اللقاء برضك اللي قبل كده بره برضك اللي جاب لك ضربه الجزاء تريزيجيه. هو كل شغله حرك وبيخش هو. بس انا اتمنى من تريزيجيه اللي هو يا ريت يكون سمعنا اللي هو لازم يدور على وكيل اعمال قوي. تريزيجيه لو عنده تسويقيا كويس، احنا مثلا لما كنت انا في اوروبا مثلا كنت واخد احسن لعيب في الدوري الفرنسي. اتكلم في نقطه كويسه قوي. ما انا بقول لك انا كنت واخد احسن لعيب في الدوري الفرنسي بس ما كانش عندي الايجنت بتاعي كان ما كانش كويس، يعني كان طبيعي كان ما كانش اللي هو انت عادي في مرحله عادي. انت عادي ودي محمد صلاح تفوق فيها على نفسه لما ابتدى ينقل لمدارس معينه ومعاه وكيل بس عمل كده. انت لازم يكون وكيل الاعمال بتاعك لتريزيجيه لازم يكون قوي جدا يقدر يحركك بشكل كويس. احنا مثلا كنا بنتعامل مع مثلا حد مصري او حد عربي، الموضوع بيبقى صعب جدا، المصري والعربي ما بيتحركوش بسهوله عنده ليميت. بس اما مثلا اتعامل مع حد افريقي او حد اوروبي عايش بره بيقدر يعمل لك سبورت كويس، بيقدر يحركك بشكل كويس، بيعمل لك يحرك معاك الميديا، يحرك معاك الدنيا بس كلها. بس فانا بتكلم اللي تريزيجيه لازم في الوقت اللي هو فيه دوت بقاله من السنه اللي فاتت لازم يتحرك. شايف ان هو يستحق مكان افضل بكتير. انا تريزيجيه انا شايف تريزيجيه السنه دي كان على الاقل حاجه لازم يلعب في الدوري الالماني. تريزيجيه لو لعب الدوري الالماني او الدوري الفرنسي هتلاقي الدنيا مختلفه، عنده المساحات بيقدر يلعب بشكل كويس. الدوري الالماني زي ما انت بتشوف عنصر القوه قويه جدا بس اللياقه البدنيه بتاعه تريزيجيه والسرعه بتاعته تعمل معاه فرق كبير جدا. بصراحه يقدر يلعب في اي دوري من الدوريات الكبيره يفرق بشكل كبير قوي. تاني حاجه هيتطور الدوري التركي برضه مش دوري ضعيف يعني بصراحه مش ضعيف بس مش اللي هو مش في ليفل مش اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه لكن متشاف كويس كمثلا بعد لعيب عايز اخليه يمشي مستوى كويس. فانا شايف تريزيجيه لو داس على نفسه شويه كويس هو راجل ماشي بمستوى هايل بس انت عندك وانت جوه الملعب الذهاب انت عايز اللي بره بقى اللي بره هو ده اللي حركك. ما ينفعش بقى انا جوه الملعب 1000 يعني انا كنت 100% جوه الملعب بره الملعب كانت 40% فلازم التسويقيه لازم تبقى اقوى من كده اجيب لك عرض اول ثلاثه دي ما هي النقطه لازم لو فضلت مثلا تريزيجيه بيجيب جونين كل ماتش ثلاث اجوان ما حدش يسمع عنه بره الملعب مش هيتنقل مش هيتحرك خطوه من اوروبا. لازم يكون عنده
عنده الراجل الوكيل اعماله لازم يكون قوي جدا يقدر يحركه بشكل كويس، يغيره لازم يغيره واروح هنا وادور هنا، لازم اتعامل مع كذا واحد، ما ينفعش امضي عقد زي كده وهو موظف يفضل حاطط العقد في عنده في الخزنه، او لما يجي لي النادي يقول لي انا انت فين. لازم هو انت شايف تريزيجيه محافظ على مستواه بيأدي بشكل كويس، شايف ان هو يستحق ان يكون موجود في حته اعلى من كده، ورسالتك ليه واضحه جدا. اكيد تريزيجيه بالمقاومات دي بالاداء اللي بيأديه دوت، تريزيجيه بيكون احسن من احسن الدوريات اللي موجود. لازم يكون موجود، بس ما يطلعش انجلترا على طول، لو جاله انجلترا ما يطلعش على طول، لازم الاول ياخد الاول تركيا برضك، نقول الاحتراف وكل حاجه بس مش زي الدوريات القويه، مش يعني يطلع مثلا المانيا فرنسا بلجيكا الحاجات دي، لو قدر يطلع فيها بشكل كويس هيبقى مميز جدا، عشان زي ما انت شفت وتر اندرلخت مثلا كان لسه اول محطه من مصر بتبقى صعبه جدا بالظبط، تطلع لنادي قوي جدا حتى في واحد. البدايه كان عنده بعض المشاكل اللغه في التعايش والتعامل مع الجمهور والاشارات وطبعا اللعيبه، انت بتلعب نادي كبير زي اهلي هناك اندرلخت نادي كبير، وحذاري لما تتعامل مع الجمهور وانت مش فاهم الاشارات والكلام يعني بعض. وتاني حاجه انت المكان مكانك، لو انت لعبت ماتشين وحش هيجي واحد يركب مكانك مش عارف تنزل تاني، خلاص دي هناك عشان كده ما بقول لك. فهو لازم يتحرك، لازم من دلوقتي يبتدي يخطط انا عايز اروح فين. اكيد يعني تريزيجيه من اللعيبه المميزه جدا، دايما حاطط نفسه في مكان كويس جدا، لكن انا عارف تريزيجيه كويس، الطيبه اللي فيه يعني طيب لدرجه يعني مهما اوصف لك وانت طبعا عارفه طيب قوي، فبالتالي ممكن يكون عنده حرك في الحته اللي انت تقول له غير ايجنت او لكن الاحتراف لازم يكون قلبك ميت. احتراف لازم يكون قلبك ميت. تاني حاجه لازم تاخد قرار اللي بص اللي بيفرق اللعيب عن اللعيب قرار. لو جينا نتكلم استاذ محمد صلاح نموذج قدامنا، محمد صلاح اللي خلاه مثلا يمشي من فيورنتينا وهو قوي جدا كده ويروح روما، قرار اللي انا خلاص وصلت لهنا مثلا للتوب ليفل، وصلت لو مشكله مع نادي وعقد فيه مشكله وخلاص خلاص انا شايف مش هقدر اعمل كده. ولا انا مثلا من روما ما ايجنت في ضهري قوي مفيش عقوبه تتوقع عليك، خد قرارك. تاني حاجه هو ده اللي حركني، بس انا مش هتحرك الا لما اكون انا الايجنت بتاعي قوي اللي هو يقدر يجيب لي واحد واثنين وثلاثه واربعه. مثلا راح روما، حد يقدر يسيب روما بتوتي وايطاليا والناس كلها في روما عايز اي حاجه بيعملها له عشان اروح دوري تاني، اروح دوري تاني يعني ابتدي اكتشف من اول جديد. هو قرار لازم يتحرك. لو فضل هو طيب تريزيجيه احنا عارفين انه هو انسان كويس، بس لازم اتحرك عشان انا دي علي في الاول والاخر انت تتحاسب هتحط نفسك فين، لازم تبقى في ليفل اعلى من كده بكتير. الوقت معاك بيعدي سريعا، يعني اتكلمنا في حاجات كتير جدا واديت تفاؤل كبير جدا، وقلت ان هزيمه الاهلي هي نقطه هيقف النادي الاهلي عندها وينطلق. طبعا اخيرا توقعك نتيجه مباراه الغد امام الترسانه. لا ان شاء الله النادي الاهلي يكسب، يعني هيكسب نتيجه كويسه واداء كويس كمان عشان الناس تبقى مبسوطه، ما يلاقوش خلاص النادي الاهلي ما حدش بيقل عليه، وزي ما احنا قلنا زمان ما حدش خايف على النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير بجماهيره بمجلس ادارته باللعيبه اللي موجوده فيه، باي حد بيتمنى ياخد البادره اللي هو يلعب في النادي الاهلي، فشايف بكره ان شاء الله ما حدش يقلق. ان شاء الله النادي الاهلي يكسب اداء كويس، اداء ونتيجه كمان مش اداء بس ان شاء الله. كابتن احمد ابو مسلم كان معايا النهارده، يعني واحد نجم كبير ومحلل مصري كبير ومحلل شيك فرنساوي بقى النهارده، دايما منورني ودايما شيك، واشكرك على وجودك معانا النهارده كابتن. ربنا يخليك طبعا استاذ ايهاب، انا طبعا مبسوط ان انا موجود معاك واتمنى لك التوفيق، وموجود في بيتي طبعا النادي الاهلي، فسعيد جدا كنت معاك النهارده. شكرا يا كابتن. ربنا يخليك. فقره حوار نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد ابو مسلم، نجم كبير جدا واتكلمنا معاه في امور كبيره جدا. الفقره الجايه فقره مهمه جدا لانها فقره هنتكلم فيها في امور كبيره مع زميلي المتميز دايما امير هشام والاستاذ محمد سمير زاهر مدير التسويق في اتحاد الكوره بعد الفاصل.